أو في الحوار التونسي، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الحواري المتجدد على قناتكم قناة الكلمة الحرة. نستضيف اليوم الأستاذ محمد جمور. مرحبا بك أستاذ في قناة شكرا الحوار التونسي. بك أستاذ الحمد. محمد جمور، أنت من المؤسسين نتاع حزب العمل الوطني الديمقراطي، واليوم الناطق الرسمي باسم التيار التوحيدي في الحزب العمل الوطني الديمقراطي. التيار هذايا مع حركة الوطنيين الديمقراطيين، مع مجموعة أخرى من العائلة الوطنية، ماشيين في مسار توحيدي من أجل مساعي لتوحيد العائلة الوطنية، اللي معناها مش باش نحكيو على نضالاتها ولا تاريخها النضالي، سواء في الجامعة ولا خارج الجامعة، لكن ياسر مشتت بصراحة. معناها وتدوى وتجوع ودوى، معناها 3000 تسمية، والخبر باهي. معناها كي نسمعوا ان العائلة الوطنية ماشية اونفا، ماشيين في مسار توحيدي، وظهر لي اتفقتوا على الموعد نتاع المؤتمر، وكنت اليوم عقدتوا ندوة صحفية في الإطار هذا. لو كانت تعطينا آخر التطورات وآخر المستجدات في السياق التوحيدي للعائلة الوطنية. شكرا سي أيمن. أولا نحب نقول اللي أنا أحبذ عبارة التيار التيار الوطني الوطني. طيب الديمقراطي على عائلة، طيب لأنها العائلة توحي وكأنها مسألة عاطفية. وعلى صحيح كما قلت أن التيار الوطني الديمقراطي مع الأسف عاش فترة طويلة من التشرذم والتشظي التنظيمي، ووقفنا عند هذه الحالة الغير عادية واللي أثرت تأثير سلبي كثير على التيار الوطني الديمقراطي وشوشت حتى على المواطنين. ولذلك قررنا حتى قبل الانتخابات منذ 17 أبريل 1911 أنها نمشي في 1911 2011 مشينا في التوحد. ثم هذه الضرورة أصبحت ملحة أكثر بعد انتخابات أكتوبر 2011، وقلنا ما عادش المسألة تنتظر التأجيل، ويجب الدخول عمليا في عملية التوحيد. ونادينا كل المناضلين من هذا التيار أنه ينخرطوا في عملية التوحيد، وعملية التوحيد يقوم بها أساسا حركة الوطنيين الديمقراطيين والتيار التوحيدي في حزب العمل، ولكن بمساهمة عناصر اللي آمنت اليوم واقتنعت ضرورة الالتحاق بهذا المسار. وهذا المسار سيبقى مفتوح إلى حتى يعني ليلة المؤتمر، وسيتواصل هذا المسار التوحيدي حتى بعد انعقاد المؤتمر. وقتاش المؤتمر؟ المؤتمر سينعقد أيام 31 أوت واحد واثنين سبتمبر بتونس العاصمة، سيفتتح في قصر المؤتمرات. طيب، ويعني خلينا نحكيوا الأمور، معناها هذا الكلام راهو مع فيه انقلاب وفيه تراجع على ثوابت الحزب. إذا الخلافات ترجع من قبل 14، مش الخلافات ما برزتش هكا، وحسمت أغلبية نحو الاتجاه نحو التوحيد. معناها هناك أغلبية ماشية في التوحيد. أنا نحب نأكد، وهذا نحب نأكد للرأي العام، وهذا يلاحظوه العباد ويعرفوه، أنه خيرة ماضي الحزب مش معناها اللي ما مشاش معانا مش به. لا لا لا، أغلبية الرفاق في الحزب ماشيين في الوحدة في المؤتمر التوحيدي. طيب، ونحن نأمل وما زلنا عندنا أمل في أنه عدد آخر من الرفاق سيلتحق بهذا. كيما حصل، فما رفيق اسمه محمد بن زايد، يعني في البداية ما اقتنعش، ثم اتضح له أنه التوجه اللي ماشي فيه هذا، معناها الطرف الآخر ماشي في توجه يعني ماهوش مطابق لقناعات الحزب، لخيارات الحزب، وخاصة في ميدان التحالفات. والرفيق هذا محمد بن سعيد استقال من الهيئة التأسيسية والهيئة السياسية نعملها حتى بعد مجلس مركزي غير قانوني ده، والتحق بالمسار التوحيدي. باه،
بيخلي معناها تكون يعني الصورة واضحة للمواطنين، فما معناها نية ماشية نحو التوحيد، تيار توحيدي، وفما معناها شكون يحب يقعد في الحزب العمل الوطني الديمقراطي. أما أعطينا معناها المواطن إيش حاجته؟ المواطن حاجته اليوم باش يفهم بالقداء الخارطة السياسية، ويعني تنقص عليه اللي سماوه الناس معناها كتشتت الحزب، التخمة التخمة معناها متاع الأحزاب، مش يعرف وين يختار. الخطوة الأولى هذه التوحيدية قاعدين نشوفوا خارج التيار الوطني الديمقراطي، فما مساعي كذلك لتجميع وتوحيد أحزاب سياسية ومجموعات وقوى سياسية في شكل إما تحالفات ولا أحزاب كبيرة ولا جبهات لإحداث تعديل في ميزان القوى السياسي. يعني الحزب، خلينا نقول ونوليو نحكيو بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وين يرى روحه يعني من هذه التحالفات والتجاذبات السياسية؟ سمعنا اللي يعني المجموعة التيار التوحيدي داخل حزب العمل وحركة الوطنيين الديمقراطيين ماشية مع حزب العمال، ومعناها بعض القوى القومية مبعثيين ونصيريين وحركة نضال تقدمي إلى غير ذلك، نحو تأسيس جبهة اللي هي معناها كانت الجبهة الشعبية 14 جانفي. أولا نحب نأكد ولي العمل الجبهوي هو أحد الركائز الأساسية للتيار الوطني الديمقراطي، ونحن لا نعتقد وأننا بوحدنا قادرين وقادرون على تغيير موازين القوى في هذه البلاد وتحقيق أمال الشعب التونسي. ولذلك يعني عملية التوحيد تدخل في إطار أولا معنا تجاوز التشتت، وهي خطوة أولى نحو توحيد اليسار، وهذا نحب نأكد عليه، لأن نرى اللي ما عادش مقبول منطقيا سياسيا تاريخيا، ما عادش مقبول أنه اليسار يكون متعدد معناها متشكل في أحزاب متعددة. وستكون الخطوة المقبلة هو السعي للتوحد ما بين هذا الحزب ولما لا حزب العمال الشيوعي التونسي اللي نحسه الحزب العمال اللي نحسه اللي احنا أقرب لبعضنا. هذه صعيبة شوية الحكاية، ما هيش صعيبة، الصراعات التاريخية لا 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 سي أيمن. أنا نحن نتكلم على قناعة وعلى يقين أنه اليوم الوعي والمسؤول والوعي لدينا الكل، عند حزب العمال، رفاقنا في حزب العمال وعند رفاقي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، ووعينا بأننا لا بأن الأمر لا يمكن أن يتواصل هك، ويجب أن نسعى لتوحيد اليسار. طيب. وهذا هدف، وهذه مهمة طرحينها على أنفسنا، ونحن على يقين وأن رفاقنا في حزب العمال يشاطرون هذا الطموح. اثنين، لكن اليسار وحده كذلك يجب أن ينفتح على قوى اللي نتفق مع بعضنا، مش على أساس إيديولوجي مثلا، على أساس برنامج وعلى أساس مهام. واليوم نراو احنا فما اطراف جاده ومتشبثه بمواصله انجاز مهام الثوره. طيب. وتحقيق امال الشعب التونسي الاجتماعيه والاقتصاديه والديمقراطيه. وفي هذا المجال واحنا عملنا على وجهتين بالتوازي، الاعداد وانجاز المؤتمر التوحيدي، ثم بناء جبهه القوى الديمقراطيه. في هذا الإطار عقدنا سلسلة من الاجتماعات، ثم توصلنا إلى صياغة مشروع أرضية، وهناك معناها مجموعات تشتغل على صياغة البرنامج لهذه الجبهة وآليات التنظيمية لهذه الجبهة. باهي، الجبهة هذه توا قاعدين نشوفوا أنه كذلك فما معناها الحركية اللي أحدثها مبادرة الباجي قايد السبسي، ثم تحولت إلى حزب نداء تونس، واللي فما معناها أحزاب اللي كنت ختمتوا معها، كما مثلا حركة التجديد وطول المسار، معناها نحسوها أقرب شوية لنداء تونس. الحزب الجمهوري اللي كان البي دي بي قبل كيف أقرب للحزب الجمهوري، أقرب لنداء تونس من معناها قوى سياسية كانت خدمت معها وعملت معها تحالفات، كما المبادرة الوطنية والمبادرة من معناها المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم وتحالف المواطنة والمساواة إلى غير ذلك. يعني نلقاهم اليوم ماشيين في اتجاه أكثر عقلانية، ويقولوا أنه يعني القوى معناها اليسار الثوري الراديكالي، مع احترامنا لنضالاتها ومع احترامنا لقراءاتها والبدائل تطرحها، إلا أنها تقعد فاقدة للعمق الاجتماعي
اللي يسمح لها باش يعني تكون احزاب تطمح للسلطه واحزاب تنجم تدخل الانتخابات وهي عندها ثقه كبيره في النفس. كيفاش علق على الكلام هذا؟ اولا هذه الجبهه التي نحن بصددها هي طرح على نفسها السلطه، ماهيش طرح على نفسها باش تكون قوه احتجاج واحتجاج وقوه مطالبه، لا لا، هذه الجبهه طارحه السلطه وطرح على نفسها المشاركه في الانتخابات المقبله كشكل من اشكال بلوغ ولا كطريق لوصول السلطه. اذا مساله السلطه تعني هذه الجبهه، وقت نقول هذا نعتقد ان هذه الجبهه واللي تضم كذلك طاقات مستقله، مش ناس كل الاحزاب عندها القدره انها تسير البلاد، عندها كفاءات. ثم في هذه الجبهه وخارج الجبهه هناك العديد من الطاقات الوطنيه اللي اثبتت اللي قادره تسير دواليب الدوله، دواليب الاقتصاد عن جداره. نحن نختلف مع مبادره باشي قايد السبسي اللي تحولت الى حزب ومع الاطراف اللي يلتحقوا بها، نختلف اختلافات كبيره على مستوى التوجهات الاقتصاديه والاجتماعيه. نراو ان السيد باشي قايد السبسي لما حكم البلاد لم يغير في شيء السياسه الاقتصاديه اللي كان متبعها بن علي. ما نراوش الى حد الان ان الطرف هذا الجبهه هذه يعني ترويكا جديده باش تتكون يعني طارحه على نفسها من اعاده النظر في منوال التنميه وفي السياسات الاقتصاديه والاجتماعيه اللي معناها اتمارست الى حد الان واللي تمارس فيها حكومه الترويكا اللي نعتبرها حكومه. باش نجيوها الترويكا نجيو نعلقوا. اذا هذه معناها الخلافات الكبيره وهناك خلاف كذلك كبير هو في ما يتعلق باستقلاليه القانون. يفرض هذا علينا لما نرجعوا احنا اللفت السكري تو يرجع عمل عمال زراعيين قارين في جهه باجه وما يمشيوش ما يصيرش النزوح لا نعملوا يعني يكون عنده تاثير على الفلاحه على الصناعه الى غير ذلك. حسين ديماسي كذلك من الكلام اللي قالوا انه الترويكا تحذر في روحها باش تعطي تعويضات او جبر ضرر للمساجين السياسيين بمعناها مبلغ رهيب قال عليه 1000 مليار او حاجه من النوع هذا. معناها كيفاش تعلقوا على مساله التعويضات للمساجين السياسيين؟ معناها نعرفوا اللي هذوما معناها ناس تعذبت وناس تحرمت وعائلات تشتت وعانوا معاناه كبيره معناها في وقت بن علي، من حقهم باش ياخذوا تعويضات ولا لا؟ كيفاش تعلقوا على هذا؟ اولا نحب نشكر السي حسين الدماسي اللي معناها اعطى المعطى هذا، قال راهو تم تكذيبه راهو معناها رسميا قالوا لا معناها مش على كل حال بلاي. على كل حال هذايا انا اعتبره شيء ايجابي رغم اختلافي معاه في نقاط اخرى مساله التعويض مساله كذا. اللي يحدث فيك هو احد ضحايا القمع. يعني مانيش باش نزايد وحتى واحد ما ينجم يتهمني بالمزايده عليه. احنا انا نمثل مساجين سياسيين من التيار الوطني الديمقراطي واحنا نعتبروا انه جبر الاضرار اللي حصلت المساجين السياسيين فيما بينهم مساجين التيار الوطني الديمقراطي يصير اولا باعاده الاعتبار للناس هذوما. يلزم التوانسه يعرفوا شكون هم معناها المساجين، شكون المناضلين هذوما بالضبط، اسمائهم انتماءاتهم. هذه حاجه انا نقطع احنا نراو اللي عاد الاعتبار كما صار في افريقيا الجنوبيه. في افريقيا الجنوبيه فما ميموريال معناها تذكار للشهداء اللي والمناضلين اللي في ضد الميز العنصري. علاش مثلا مكان السجن المدني بتونس ما يوليش ميموريال نصب لمناضلي معناها المساجين السياسيين والمناضلين؟ هذه الاعتبار يعني تعريف المواطن التونسي بما قسوه هما وعائلاتهم. ما احناش وحدنا، وعائلاتنا ابائنا امهاتنا اخواتنا زوجاتنا تحملوا الكثير. ثلاثة احنا ما احناش ضد انه يقع مراعاة معناها يعطي الاعتبار اليوم حتى على المستوى المادي. انه الناس اللي خرجت للروتات تتحسب ياخذوا روتاتهم محترمة. ولا ما رجعوا واللي طردوا من الشغل يرجعوا للشغل نتاعهم. وبالنسبه اللي فقدوا معناها استشهدوا وتوفوا يجب معناها نشوفوا كيفاش يقع تقدير التعويض لهم. يجب ان هذا يعهد الى لجنه وطنيه مستقله ونزيهه تضبط من هو المناضل السياسي.
وعلى كل حال احنا مش طالبين تعويض. احنا نعتقد وقت اللي انخرطنا في النضال السياسي حطينا قدامنا الموت، حطينا قدامنا كل شيء، وما قلناش انه كان نهار ناخذوا السلطه ولا نطيحوا الدكتاتوريه راهو باش نطلبوا من الشعب يعوض لنا، خاصه في الظرف هذايا. هذا 1000 مليار راهو حاجه كبيره، وقت اللي نقولوا معناها 1000 مليار نجموا نشغلوا بهم نجموا كذا، وخاصة زاد جرح الثورة و يعني شهداء الثورة موقع عش التعويض دي. به به كي نقولوا من هو من لجنة معناها باش تحدد شكون السجين السياسي ولا شكون المناضلين السياسيين، شنو معناها؟ معناها فما ناس معناها دخلت للسجن مش على خاطرهم ناضلوا، لانهم ارتكبوا العنف ربما، ولا لا على خاطر حاجه كيف تبدا غامضه. 12000 شكون ضبطوا ال 12000؟ شكون ضبطوا؟ على اي معيار وقع ضبطوا؟ هل معايير المحاكمات اللي صارت المحاكمات السياسيه من 56 لتوا؟ هل معيار الناس اللي تجندوا؟ ايه من فما شكون تجند، فما شكون اطرد من الدراسه، فما شكون اطرد من العمل الى غير ذلك. يجب معناها ما نجموش جزافا نقولوا رقم وكيفاش باش تصير التعويض. علاش 1000 مليار؟ شكون قدر 1000 مليار هذه؟ علاش؟ وانا الحقيقه نرى خاصه سمعت حاجات وقريت حاجات مهينه للنضال المناضلين، مهينه لبلادنا، وقت يقولوا توا معناها نلوجوا دول اجنبيه هي تمول الوحده. هل ان احنا ما شخصيا ومن مناضلي التيار الوطني الديمقراطي اللي عرفوا السجون والمنافي وعرفوا التشريد لن يقبلوا بان هما يهانوا باش تتكرم عليهم اي دوله مهما كانت الدوله هذه، ولا ونكذب لهنا ما قيل ما قرأته اليوم في جريدة المغرب ومنسوب لمسؤول ماهوش يعني مسؤول في حركة النهضة، يتهم مناضلي اليسار أنهم تلقاوا يعني تعويضات من جهات أجنبية. هذا معناها ما يليقش بمسؤول نتاع حزب يحكم في البلاد، ما يليقش خاصة وأنه ما عنده حتى براف، ما عنده حتى معناها هذا كلام خطير، كلام ما حقوش يتقال. وعلى كل حال المناضلين اليسار الناس تعرف نظافتهم وتعرف اخلاصهم لقضايا الشعب. باهي المسؤول هذا يتكلم هكا من حركه النهضه، وخلينا نقعدوا مع يعني حركه النهضه شنو قاعدين يقولوا، مش في الصحف وانما داخل قبه المجلس الوطني التاسيسي. ونعرفوا اليوم ولا هالايامات هذه فما جدل كبير قاعد يصير على مسألة يعني دسترة الحريات في يعني الدستور الجديد، أو يعني دسترة الاحترام يعني عدم التعدي على المقدسات واحترام الأخلاق الحميدة ويعني تجريم الاعتداء على الأخلاق الحميدة. شفنا جدل كبير في النقطة هذه، شنو يعني الموقف متاعكم من النقطة هذه؟ وين نقف ما بين يعني وين تقف حرية التعبير حرية الإبداع، وين تبدأ يعني الأخلاق الحميدة والاحترام المقدسات؟ أولا يذكرني هذا بنصوص موجودة مع الأسف إلى حد الآن، أما موجودة إلى حد الآن أو وجدت في قوانين وقع إبطالها، مثل كلمة النظام العام النظام العام. هي كلمة فضفاضة وتقدرها يولي يصبح تقدرها السلطة النيابة العمومية والمحاكم، خاصة كيف تبدأ الحكام ما همش مستقلين. عبارة معناها الأخلاق الحميدة والآداب وغيره تولي مصطلحات معناها تخيف. نقول فما مش احنا ما نظنناش باش نبقيو على نفس منظومة التضييق على الحريات، حرية الصحافة، حرية التعبير، حرية كذا. ريت المقترح اللي قدمته الكتلة الديمقراطية معناها على الفصل 11 اعتبر يعني المقترح متاعها فيه معنى هذاك مقترح معقول، لأنه يقر أن الحرية هي المبدأ ولا يمكن التضييق لها فيما إلا بما يقع الاعتداء على معناها الأشخاص، يمس من اعتبار الأشخاص. وبالنسبة للمقدسات هذه المسيحي عنده مقدسات، اليهودي عنده مقدسات، المسلم عنده مقدسات، والمسلم الشيعي عنده مقدسات، والمسلم السني عنده مقدسات، وفي السنة عنده نولي وندخل المالكية عندها مقدسات. هذا أمر يعني احنا نحترمه، نحب نأكد لنا انه هذا الشعب شعب تونسي شعب مسلم، حتى واليسار والتيار الوطني الديمقراطي عمره ما واجه عقيدة الشعب التونسي، وبالعكس
نحن نؤكد على ضرورة أن حرية المعتقد وأن الدولة تتحمل بتمكين المواطنين تضمن حرية المعتقد حرية ممارسة المعتقدات وتضمن حيادها كذلك. هذا نحب نأكد عليه. لكن كيف ندخل حاجات فضفاضة عبارات فضفاضة تولي مسألة نسبية تولي مسألة اجتهادات وكل واحد يبدأ في موقع قرار سواء كان في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو السلطة القضائية يولي العبارة هذه معناها أولية. وانا معناها نتمنى ان نعيش نرى الحلم هذا يتحقق. طيب. بالنسبه لي انا كما حلمت الحقيقه معناها بان اسقاط الدكتاتوريه نعيش اليوم هذا وعشت وانا فرحان سعيد من سيكون من اسعد ايام حياتي كذلك كما اليوم باش نعيش المؤتمر التوحيدي يكون من اسعد ايام حياتي اني توحد المؤتمر التوحيدي اللي اخترته. طيب عندنا اخر سؤال من سليم يقول انه يعني ديما نسمع مساعي لتوحيد ما بين القوى اليساريه لكن يقول انه بما انه القوى اليساريه هذيا تربي في الناشئه نتاعها على تقديس الشخصيات وعباده الزعماء فهي قاعدة تخلق في جيل جديد من 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 معناها ناس اندوكتريني معناها تبع سكر كما يقول يشبهوا لبعضهم معناها الكل كصغار ككبار وهذا علاش مش باش ينجح معناها اليسار الراديكالي باش يتوحد كيفاش ينجح. اولا هناك سلبيات يلزم ان نتخلص منها وما نعطيوش معناها عيوبنا ما نورثهمش للشباب نتاعنا. وصحيح يجب ان نربي الشباب معناها الاجيال القادمه على نبذ يعني السكتاريه وعلى نبذ يعني التشبث بالخلافات الجزئيه وعدم مراعاه ما هو مشترك. لكن انا ضد معناها يلزم التسيير الجماعي للاحزاب لكن هذا لن يمنع انه اي حزب ولا اي تيار فكري باش يكون عنده زعامات. معناها راهم هذه حاجه خارج على هناك ناس فيدراتور يجمعوا هناك ناس متواضعين اكثر هناك ناس يضحيوا اكثر هناك ناس قادرين انه يستوعبوا اللحظه وما تستوجبوا من مواقف سياسيه. هذه معناش كلنا ما نجموشهم كله في نفس مستوى الوعي ولذلك لكن هذا ما يؤديش بنا الى زعامات. انا نحترم قادة معنا مناضلين في اليسار احترم العديد منهم سواء كانوا مستقلين او في احزاب. انا ما نجمش شخصيا ننكر ناس كما رفيقي خالد الفالح ولا ما نجمش ما نعترفش بنضالية حمى الهمامي ولا رفاق اخرين ولا بشكري بالعيد ولا غيره يعني هذوما يفرز مواقع الصراع الطبقي. لكن يجب يكون متواضعين فيدراتور يجمعوا الناس مش يفرقوا يجب ان يشاركوا اكثر ما يمكن من منطقات ما يستفرجوش بالرأي. طيب استاذ يعطيك الصحة خلينا نحلك كلمة الختام شنية يعني الرسالة اللي تحب توجهها اليوم سواء للقوى السياسية ولا للشعب التونسي المواطنين اللي قاعدين يشاهدوا فينا واحنا في هالسياق ذا متاع التوحيد ولا التأليف ما بين القوى السياسية. أنا نحب نقول أنه الشعب التونسي حقق بعض مكتسبات بعد الإطاحة بابن علي والمكتسبات هذه خاصة في مستوى الحريات يعني حرية التنظم حرية التعبير حرية الصحافة كل هذه الحريات مع الأسف مهددة اليوم بالتراجع وهناك من يريد حتى معناها أن يتراجع بناء القاهرة في مكتسبات اجتماعية كما تعليم المرأة شغل المرأة المساواة ما بين المرأة والرجل وهناك هجوم كذلك على الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للشغل هذه القلعة اللي كلنا يعرف مدى دورها في ومدى مساهمتها في تغيير الوضع في تونس. نقول ندعو الشعب التونسي انه يلتف حول القيادات اللي تحب تنجز الثوره تحب يلتف اليوم يدافع على المنظمه هذه لانه المنظمه هذه راهو اذا يقع معناها وهذا مستحيل باش يوقع تكسير الاتحاد اذا تستهدف تضع. وادعو الاتحاد العام التونسي للشغل ان يفعل المبادره نتاعه ويعتمد على الأطراف اللي أظهرت بالفعل أنها معنية معناها تقف معها. اثنين نقول فما أمل الناس اللي اليوم يناضوا ويطالبوا كذا
نقول هذا التيار الوطني الديمقراطي والجبهة القوى التقدمية هذه ستواصل مساندته والوقوف معه وستعمل على أن تكون خير صوت لطموحاته وتعمل على أن تقف إلى جانبه وتحقق له الطلبات هذه والطموحات هذه ونأمل أن نحظى بثقته المرة الجاية. طيب أعطيك الصحة أستاذ محمد جمور، شرفتنا بالحضور اليوم وبال يعني كل هذه التعليق والإيضاحات في علاقة بها طبعا مسار توحيدي للتيار الوطني الديمقراطي. نذكره سي محمد جمور الناطق الرسمي باسم تيار توحيدي في حزب العمل الوطني الديمقراطي في اتجاه حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد. بالتوفيق في المؤتمر شكرا. وفي يعني بقية مشواركم السياسي في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. نشكر في الختام السادة المشاهدين على حسن الانتباه، نلتقي غدا مع ضيف سياسي جديد في حوار سياسي جديد. إلى اللقاء. شكرا لك أستاذ، عايشك.